حلقة جديدة شو جريد يا رب نستمتع بها وبرضه حنمشي في عوالم تانية هي عوالم اتطرقنا لها في بعض الحلقات بيت عبد الرحمن هو موجود باعتبار العلاقة الوطيدة بيناتهم أغنية رسائل فيها ميزات يعني على مستوى الجيل الحضرة هي بتتغنى لايف من الكاشف أو من أقرانه لكن هي ذات أغنية رسائل عجيبة جدا بالمناسبة في كم أغنية ناس ملخبطين بعد ذاك رسائل في رسائل بالجابري احنا معيدنا رسائل في رسائل اللي هو الكاشف اسمها رسائل بالمناسبة اللي حنقول اسمها بعد شوية في رسائل ورسائل ورسائل كثيرة جدا من فنانين وشعراء استخدموا كلمة الرسائل حبيبي اكتب لي وطبعا ده موضوع حلقتنا اليوم او اغنية حلقة هذا اليوم قال لي حبيبي اكتب لي وانا اكتب لك وايش المقطع ده حميم جدا يعني برجع الناس جيل معين كده لما كنا بنكتب في الظروف الى فلان وبنكتب في العمود أحب فلان الكلام ده إرث بالمناسبة موجود في السودان كنا بنكتب أسماء حبيباتنا وحبايبنا نكتبهم في العمود وفي الحيطة وغيره عموما دي فزلكة مني زايدة باعتبار أنه نجيل محضرة الكلام ده لكن هذه الأغنية بالتحديد حبيبي أكتب لي وأنا أكتب لك يعني هي أغنية يعني كاملت فيها مواصفات الأغنية المفردة البسيطة والجرسة زي ما يقول نحن حبيبي اكتب لي وانا اكتب لك فيها حميمية وفيها يعني وبرضو واحدة من الاغنيات السهلة حفظها واللي هي اغنيات متداولة الى هذه اللحظة على مستوى الحفلات العامة على مستوى الفنانين الشباب هم ايضا بتداولوها لكن ما بالشكل الغنابة والكاشف عموما انا ما كمل باقي الكلام من هذه الأغنية قلنا رحب بأستاذ خالد معنا في هذه الحلقة مساء الخير عليك مساء الخير عليك محمد ومساء الخير على مشاهدي قناة الشروق والشعب السوداني الطيب في هذه الأمسية الرمضانية الطيبة المباركة إن شاء الله تسلم يا رب عماد أنا دائما بكرر كل سنة والناس طيبين وصايمين وفاطرين على خير فنديهم كده حاجة سناك كده ده على أساس إنه تدفعون تاني يا ريت كتبت زمان يا عماد في الحيطة أو في العمود بحب فلان والله كنت بحرش ما كنت عشان ما أقع بس يعني لكن كتبته أو بتحرش أحب فلانة لا كنت بحرش ده ما إرث كنت بحرش يعني أنت بتحب فلانة نعم ففي زول بيكتب بدلك انا كنت بكتب بعض مرات ممكن اكتب لهزول يعني في الحيطه اي او في العمود لكن عاده بحرش اهي فلانة ايوه وطبعا انت في الحله انا كنت شقي جدا بعدين بتكون انت اخوه أخو فلانة أخو صاحب اخوه نعم نعم لكن ما قادر تكتب الكلام ده لا 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 اكيد لانه طبعا هو طبعا هي الحيزاته في النهايه شغله احب فلان واحب فلان اصلا يعني نوع كان جزء من الديرس جزء من المناسبه انا سالتك السؤال ده ايوه ايوه لان ديرس لو اتجاوزناه بتبقى في مشكلة جزء من كامل حياة الناس أيوة بالضبط صحيح يا خالد صحيح كنا بنكتب في الحيطة صحيح أحب فلان أحب فلانة حصل لك؟ أكيد طبعا كتبت؟ والله ما كتبنا في الحيطة لكن عبرنا عن الحياة دي بشكل جيد يعني أنا طيب. كان قاعد أكتب من وين؟ أنت النوع اللي بدخل وردة في نص الكتاب ده؟ لا لا انا يعني احاول انه اجيد زمان الشعريه زمان يعني زمان حتى في فترات الصيبة الاولى طيب. كنت بحاول انه اصيغ الكلمات في شكل شعري وبشكل مختلف في الرومانسيه هي تعبر عن نفسها بشكل عالي جدا طيب الحيط ما اعتقد انه عندها رومانسيه على الاطلاق كله لكن والله العواميد انغزتنا صراحه
ما هو مستتر صح؟ أيوه. العواميد ما مسكوت عنه. ايوه احب فلانه انا أيوه. طبعا ما اقدر اسميه. ايوه وبعدين الكتابه بالفحم. بالفحم ايوه في جدران المدرسه والعواميد تحديدا. يعني احب فلانه بعدين ما بعرف الكتب الكلام ده منه. ما بعرف على اي حال في رسائل انا حاولت اعمل الفزلكه دي لانه بخصنا الكلام ده ودعبة فيها عبقرية الكاشف عشان ضغطنا مباشرة لأغنية رسائل دي اسمها رسائل تكلم عنها حبة يا خالد. أنت عارف يا أستاذ محمد في الإرث المعرفي بتاع الإنسان السوداني هناك حفاوة بالغة في بعض الأمور يعني وفي أدبيات الحلنجة عندهم حسب لغتهم المحلية بيقولوا نهر القاش اسمه النهر المدلل. انا اعتقد انه الكاشف دلل النص بتاع عبيد عبد الرحمن حبيبي اكتب لي. نعم صحيح واحتفى به احتفاء بالغ جدا واعتقد انه برضه واحده من الاغنيات شبيهه باغنيه فتنت به لكن هناك كانت جمله موسيقيه متفرده متميزه للموسيقيين والان الكاشف يعالج نص لعبيد عبد الرحمن بالحفاوه والتدليل اللي انا اشرت اليوم ونقطتين مهمات جدا في المؤلف الموسيقي بتاع حبيبي اكتب لي. الاولى انت عارف التاليف الموسيقي السوداني يعتمد على حاجه اسمها البينتا تونيك. بينتا تونيك والبينتا تونيك هي خمسه طبعا. حروف موسيقيه صحيح. نعم الهيبتا تونيك هم السبعه اصوات الموسيقيه ولكن التاليف الموسيقي على الخمس اصوات تحديدا عمليه شاقه ومعقده بصوره كبيره جدا. حبيبي اكتب لي غاب عنا تماما نصف البعد، البينتاتونيك تستبعد صوت الدرجة الرابعة وصوت الدرجة السابعة اللي هي أنصاف التون. الموسيقيين يعرفوا ذلك، غاب عن حبيبي أكتب لي نصف التون، ولكن على الرغم من غياب نصف التون في المؤلف الموسيقي قدم تجربة خرافية غير عادية جدا، غير عادية على الإطلاق في التعبير عن الكلمات نفسها والانتقال نسميها عملية الفاريشن من جملة موسيقية وتعبير عن كوبلي إلى الآخر عن طريق الفاريشن واستخدم حاجة أقرب إلى الموال في أنه يستخدم العبارات المليئة بالنص. الحاجة الثانية ودي عادة الكاشف هو بيستخدم برضو طبيعة صوته حاجة اسمها الكلاس في الأداء والميلودي يعتمد أنك أنت تقول جزء من الكلام والمستمع يكمل باقي النص وبالتالي الكلاس ده الميلودي أصبح واحدة من الصفات الأساسية لأغنية حبيبي أكتب لي اعتمادا على البينتاتونيك نفسه في الخمسة حروف وشوف العملية الشاقة جدا في عملية التأليف المؤلف الموسيقي لكلمات حبيبي أكتب لي لأنه الكلام أصلا كان كلام سهل وعذب صحيح وبالتالي انا اعتقد انه المخيله الفنيه للراحل المقيم الكاشف اصبح عنده قدره عاليه جدا في الوقت ذاك انه يقرا من خلال النصوص الشعريه قدرته العاليه جدا انه يقدم مؤلفات موسيقيه مختلفه صحيح في فتنت به ظهرت الجمل الموسيقيه المختلفه المعتمده على ممكن نصف البعد ومعتمده على البعد الكامل لكن غاب تماما واصبحت بينتا تونيك صرفه ممتاز طبعا البعد اللي اتكلم عنه اللي هو بعد الخامسه وبعد السبعه بعد الرابعه والسابعه عشان شويه نبسط نعم. برضه لفائده المشاهد الكريم للمشاهد لانه نعم. المشاهد ما هو بده نعم. يستمتع في النهايه صحيح عمده حبيبي اكتب لي وانا اكتب لك هسه يا سلام يا اخي اوكي حنقول في السلم حبيبي اكتب لي في الري ميجر الكاشف غناه في شنو لو متذكر حسب سمعتها وحفظتها منه والله حسب صوته يعني طيب والله افتكر غناها في سلم فا ميجر معناها فا تقدري فا ميجر درجه واحده اذا حسبناها صح لا هي ما لا غير صحيح لا لكن خلونا ما نصرف ما نصرف ما نعقد الموضوع لانه ندخل في العلميه الموجوده دي وتبقى صعبه شوي يلا حبيبي اكتب لي حبيبي اكتب لي يا شباب شو غريب
راس البيت والحاس البيت الحاس البيت صباح
أبسو إليك دبسو معاي أبسو إليك دبسو معاي اسمع وناي اسمع وناي اسمع وناي مع صوت شكرا شكرا لك يا ابو حميد يا اخي الاداء يديك العافيه الاغنيه طبعا عجيبه جدا عجيبه يعني لكم سبب اولا قربه للناس قريبه لقلب الناس كلهم ناس حافظنا ناس مدني بالتحديد في المقطع بتاع مقطع معين كده في الاغنيه دي بيقولوا هو كاشف بيقول فيها حاجة لكن الناس مدني بيقولوا فيها الجزيرة مدني ترى ترى الجزيرة مدني نعم وهو بتحس بأنه هو شيل جميل للكاشف كل فنانين مدني منهم شو مرحوم نعم الجميل قلنا له كتار جدا لاحظت حاجة قبل شوية أستاذنا خالد في آخر الغنية دي أنا صفقتها بالنوبي لو لاحظت عليه يعني نعم لقيت ان الايقاع رايح نعم يعني هو بغني انا صفقت بالايقاع النوبي تحديدا او الحلفاوي تحديدا نعم اللي هو حساباته بتعرفوا انت الغريبه انا في التراك انا في الايقاع صحيح صحيح تعرف معظم اغنيات الرحل المغيم الكاشف التعبير عنها بالمؤلفات الموسيقيه استطيع كل افراد الشعب السوداني من الاغاصي الجنوب والشرق والشمال والغرب يستطيع انه هم يتعاملوا مع الايقاعات بشكل من السلاسه والبساطه انا اعتذر للمشاهد الكريم لانه الليله اوغلنا شويه في العلميه في موضوع البنتاتونيك والهيبتاتونيك وقبل شويه كان في ستيكات وريجاتو والفاريشن لكن المقام يتطلب لانه اغنيات الكاشف لو ماتنا وحاولنا نبسط المعلومه عشان تصبح سلسه والمشاهدين يقدر يستوعبها لكن كلامك صحيح لانه معظم الاغنيات هي عندها القابلية أنها تتحول من الإيقاع حتى نفس صحيح. الإيقاع الآن الميزان الأربعة ده ميزان رباعي ده الآن نستطيع أن نحوله لمجموعة من الإيقاعات أنا صفقت من نوبي نعم صحيح هو بغني لكن الأساس اللحن هو الذي يقود صحيح وبالتالي كانت السلاسة والبساطة في أنه تتعامل مع المفردة اللحنية وكذلك الكلمات بشكل جيد طريقة غريبة جدا نعم عماد الغنية دي يعني أنا ما أعرف لكن شكله برضو انت عندك فيها كلام يعني والله انا دار اتكلم من ناحيه بتاعه ما يتبادر للذهن من اول ما تقوم تسمع الاغنيه انه الاغنيه من حبيب لي محبوبته او العكس نعم اوكي الخطاب شكلها كده عباره عن اسمها رساله اسمها ايوه رساله طبعا شكلها انه حبيب اكتب لي وانا اكتب لك بالضبط الحاصل بي والحاصل بي ببساطة هاي لكن هي الشغلانة ما كده وأنا عادة يعني ما بحب أهزم فكرة الشاعر ما بحب أفسر لكن هي لكل مقام مقال الشاعر عبيد عبد الرحمن وسيد عبد العزيز كان متربطهم علاقة وطيدة جدا طبعا هم صحبان نعم ولاد من درمان فعلى حسب ما أذكر
وقد أكون معلومتي ما سليمة، لكن الراسخ لي في الذهني إنه سيد عبد العزيز واحد منهم مشى لبيض. طيب. وعادة هم بكونوا مع بعض. طيب. ما بتفارقوا. فيبدو إنهم خرموا لبعض. أيوة. مالهم؟ علاقة خرموا الخرم. أيوة خرموا لبعض. مين جل من بعض؟ أيوة أيوة. خرموا مع ليش للكلمة العادية. أيوة. تعبنا هذا العادي. يعني. علاقتهم قوية وبناية. عادة ما قاعد يتفارقوا. طيب. واحد كتب له حبيب اكتب لي وانا اكتب لك الحاصل بي والحاصل في شنو يا اخي في لغتنا الاسه انت عارف في لغتنا الاسه يا عماد في شنو يا مان وين يا مان مالك انا زيد في شنو بالضبط كده كلمني انت ما لقى فهم مني بالبساطه دي بعدين في الحركه دي انت ما هذا شايفك والله ما بترد لي ليه يعني مكبره دي لغه ايوه 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 اتضح ان اللغه دي ايوه شوف يعني بسطت يعني شفت البساطه البساطه يعني الطرح زي مع بعض لا قدر الله واختلفنا مع بعض وتختلف الصحبان العادي بقول لك يا خالد يا اخي هاي لك يومين ما بترد في شنو يعني مالك يا في شنو بترد لي كيف يا خالد في كلمه ما في حاجه دي حلقتنا الليله شو وريت بكره حلقه جديده حاولنا نخش في اللحم الحي زي ما قالوا بكرة حلقة جديدة خلوا بالكم من روحكم حنتواصل شكرا لكم